مسيرة شباب الألترس في السويس اليوم لها هدف، طلعت من أجل هدف معين، عاوزين نعرف يعني هدف المسيرة النهاردة إيه؟ حق أخواتنا اللي ماتوا كلهم، أهم حاجة عندنا حق أخواتنا اللي ماتوا كلهم، حق أخواتنا يجي، عدى شهر على موت أخواتنا وحقهم لسه ما جاش. والد كريم يعني النهاردة يعني جماهير مصر كلها طالعة عشان حق كريم وحق كل الشهداء. كل دول حبايب كريم، كل دول البلد كلها بتحب كريم، الحمد لله الحمد لله، وحق الشهداء هيجي بإذن الله هيجي، طول ما في رجالة زي دي الحق هيجي، طول ما في رجالة زي شباب أطرس وشباب السويس حق كريم هيجي وحق الشهداء هيجي إن شاء الله بإذن الله. كريم النهارده ايه طلباتك؟ عاوز ايه؟ نجيب حق، نجيب حق اللي قتل اخويا القصاص. ابو التراس زملكاوي النهارده مع شباب الاهلي في مسيره عشان حق الشهداء، تقول ايه النهارده؟ هدفكم ايه؟ شايفين الامور ماشيه ازاي؟ انا عاوز بس اوضح حاجه، انا مش كبو حاجه، كبو بيبقى في المدرج وعندنا اتنين كبو او اتنين هم دول بيبقى في المدرج، انا هنا بس مسؤول عن سيشن السويس، دول اخواتنا عادي، والحق حق لما توصل الكره ان الناس تموت، لا احنا لازم بقى نعيد النظر في عقليه الالتراس وكده ونخليها على جنب، لو حتى حبه صغيرين، ونفكر شويه في مبادئ وطننا والعقيده بتاعت ديننا، ونركز شباب في اللي جاي. احنا الحمد لله هم مع بعض دلوقتي، وبعد كام شباب في مشاكل ولا في خناقات عشان كوره، خلاص بقى الفكر دوت انتهى، من هنا ورايح بقى نفكر بقى في مصلحه بلدنا شويه.